إلا أنه دس له في طعام، وكأني بإمامكم في هذه الليلة يتلوى من حرارة السم، وقد سرى السم إلى تمام بدنه. الإمام الحسن عند رأسه وهو ينظر إلى أبيه وهو يتلوى من حرارة السم، يلتفت الإمام إلى ابنه يوصيه بوصاياه، ثم إن إمامكم عرق جبينه وسكن أنينه، مد رجله وأسبل يديه وغمض عينيه، قرأ شيئا من القرآن حتى ختمه، وفاضت روحه الطاهرة. ألم مناد وإماما، ألم مناد وسيدا، غمض عيون ومات بديار غريبة، والحسن هاجت حسرة وعالي نحيبة، سجاه بالحجرة وطلع مشقوق جيبه، تجري دموعه ويصفي جشماله بيمينه. ما حالة الإمام الحسين؟ عمد إلى رأسه فذب العمامة من عليها من عليه، وعمد إلى جيبه فشقه، وأخذ يضرب يدا على أخرى وهو ينادي: وأبتاه وإماماه وسيداه. بيده الطاهر غسل والقلب صادي، وبالجفل لفا وبالنعش حط والهادي، وضجت عياله بالبكا وصاح المنادي: يا الغرب قوموا شيعوا جنازة ولينا. عجيب، ماذا صنع الإمام؟ جهزه، كفنه، صلى عليه سرا، ثم التفت يمينا ويسارا ينظر إلى الشيعة، وإذا هم قلة، وكأني به ينادي: أين شيعتك يا سيدي ويا مولاي؟ تموت في أرض غربة، شيلوا الجنازة، يا الغرب ما عندها أحباء. بعد عن أهله وعن الشيعة بلدة جناء، شبل الحسن تجري دموعا والقلب ذاب، ينادي: يمصابك كرر الوحشة علينا. جاء به إلى ملحودته للقبر، جاب ومدده والدمع هامي، وصاح: فداعة الله بقلب دامي، ياه الذي وصل بني هاشم عمامي، خبرهم بفعل العدا والدهر بينا. والله يا ابويا مو حشين الدنيا علينا، بديار غربة جرعته في المنية، بلغ سلام المصطفى خير البري، وقل له ترحنا بالهضم بعدك بقينا.
هذه المصيبة عند الإمام الحسن، ولكن هناك أم فاقدة بأبي وأمي تريد من يعزيها، هي الزهراء بأبي وأمي. هالناحية زهراء على منه تنوحين، نوحج على المسموم لا نوحج على حسين. بارك الله هذه الأصوات. هالناحية زهراء على منه تنوحين، نوحج على المسموم لا نوحج على صدت نادت والدمع بالخد بادي. انت سألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن مصاب حسين صاطي في فادي، وعظم علي لين عناعي على حسين. أبكي على أولادي الذبا أيح يوم عاشو، وأبكي على أبوهم ذبيح الابن ملجأ. وإن كان بالله تسألوني ياه أعظم، أعظم علي لين عناعي على حسين. دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت أولادي عن يمين وعن شمالي، وما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي، وكل العزاء والناح والصيحة على حسين. وحسينا يا أبا محمد قد أودعت أباك في ملحودته، ولكن يا أبا محمد لم ترى على جسده جراحا، ولم ترى على صدره طبعة حافر. ساعد الله قلب جدك السجاد. يقول بعض بني أسد لما جاء السجاد وأودع الحسين في ملحودته، التفتنا إليه يا إمامنا أترخصنا أن نهيل التراب؟ قال انتظروا انتظروا. ماذا صنع الإمام؟ عمد إلى علي الأكبر وسجاه عند قدمي أبيه، ثم قلنا له أنهيل التراب؟ قال انتظروا انتظروا. ماذا صنع إمامكم؟ ذهب إلى وسط المعركة، تناول سهما عليه قطعة من اللحم، ازتزع تلك اللحم وأتى بها، ثم دنا إلى محل مصرع إمامكم، التفت يمينا ويسارا تناول شيئا يسير، وإذا به خنصر إمامكم الذي قطع ذلك اللعين سلبا لخاتمه. روحي فدا لك يا الذي للغسيل ما ناع، ولا الجسد منا انحمل، إن حمل من فاق شيا، ولا الجنازة هللت من خلفها من خلفها رجال، ما حد حفر قبرها ورا جثته في